عسلمة الناس الكل ايش نحوي لكم نهاركم زين نهاركم اسعد لي ان شاء الله سيبكم مقبول سيبكم في الجنة ان شاء الله اي يا سيدي أي كل ليلة ودبارة والله لا يقطعنا عادة نعطيكم دبارة العشاء نعطيكم حويجة حلوة للسهرية خليكم معايا في الفيديو ان شاء الله يكاين رضاكم ان شاء الله يا تخرجوا منه وكب افيد صغيرونا عشاء خفيف خفيف هو اليوم وعملت حويجة حلوة للسهرية اللي هي الكريبة ديجا شفتوها وهبطها عندكم هكايا في الانستغرام والتيك توك والجو الكل كل عادة ديما نزرب ونسبق نبدأ بالكريمة البيضة أه سهلة المكونات بسيطة إن شاء الله كيبدأ كي عندكم كل شيء موجود في الدار وحاجة خفيفة خديت نص اتر إيه حليب بتنجم ضعف الكمية كان عندك برشا عبيد نص اتر إيه حليب حطيت لهم ثلاثة مغارف نشاء وثلاثة مغارف سكر توا باش نحطهم فوق الغاز يتخلطوا مع سكر فانيليا بيه سكر الفانيليا تفوحها ونبدا نخلطها قبل ما نحطها على الغاز يزمك تحل شيء هذه الطبقه الاولى الطبقه الثانيه باش بالبرتقال تو نعطيكم القياس بالضبط بالتدريج بشويه بشويه قيدوها عندكم كان استحقيتوها وتستحقوها على خاطرها كيف من بعد ذقتها في الليل في السهريه شخت عليها بالحق شخت عليها يسربني لا. تو باش نحطها تيب فوق الغاز اخر حاجه باش نحط لها مغرفه صغيره زبده ومغرفه كبيره عطر شيء سهله معروفه هي الحقيقه في الاثناء عصرت الليمة باش نعمل عاد كريمه البرتقال لهنا راهي كريمه البرتقال اللي باش نعملها اليوم بالتومسون ولا بالليم الحلو اللي عندك في الدار موجود راه هو نكهه البرتقال كان حبيتو حتى تبرشوها البرتقال مليح معناها تخلوها جويده مع تحطوها في وسط الكريمه تجيكم بنينه راه اني اليوم قسمت الحقيقه هي اون مئتين 250 ملليلتر عصير برتقال ثلاثه مغارف نشا ثلاثه مغارف سكر اني اليوم بدلت عملت 150 مللتر عصير برتقال و150 مللتر ماء عليهم ثلاثة مغارف نشاء وثلاثة مغارف سكر به تو من بعد كنجي نطيبها نوريها لكم خير لهنا الكريمه البيضه سي طيبتها نذوب في الزبدة أكاو بتبيعها مع أي ضافتك العطرشية اللي تفوح الدنيا الكل وحدها العطرشية في الكريمة متاعنا اللمسة التونسية احنا متاعنا نقولو <applause> لازم هيك عسيبش نحطهم في صحيفية تعملوا ثلاثة صحافيت بتبيع كتبدا صحفة أصغر تجيكم وإلى تحطوهم في فناجن مش لازم صحافي راهو فما فنيجن يحطوهم كان انتي تحب تعمل كمية صغيرة وإلى الضيف فنيجن متاع القهوة تصب فيهم وبعد خطر باش تقلب تنوريكم تعملوا حتى في فنيجن القهوة شو غسلت الكروانه لهنا باش نعمل الكريمه البي... البرتقال كيما قلت لكم حطيت 150 ملل عصير البرتقال و150 ملل ماء ملي باش تجيني خفيفه <applause> نجمو لهنا تعملوها كامله معناها قويه اني هكا راني جاتني مريقله جاتني خفيفه ومزيانه وزيد وزيد عملت شديت كعبه الليم وبرشتها في, في وسط الخليط وحطيت ثلاثه مغارف نشا وثلاثه مغارف سكر معناها يعني يلزم القياس بالضبط مع ثلاثة مغارف شي ميتين وخمسين مليلتر عصير برتقال ولا تقسموهم تحطهم فوق الغاز كي من هكا يطيبو لين تولي كريمة ومن بعد زدت حاجة ما قلت لكمش عليها قلت نجربها الحقيقة حطيت مغرفة حتى ما قلت عليها وما صورتش قلت نذوقها قبل اني حطيتها الحقيقة لحتى جيتني نكهة بنينة 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 هكا أني يعني حسب رغبتي اللي ما تحبش ما تحطش بتبيع أني يعني هني يعني ما صورتيش مني صورتها في بالسرقة منكم <applause> عملتك كيما وقول قلت الوي خليني هكايا ساعه كي نذوقها بالك تطلع مش بنينه مين كي حطيتها جاتني ياسر مزينه حاسه لهنا جا وقت باش نصبها فوق الاخرى الاخرى بطبيعه بردت شدت روحها تو باش نحطها في الفريجيدير ومن بعد من بعد في السهريه نمدهم ونوريكم مزينها معنيه بدنا نعناع كامل فوق النحنيعه آه مزين وهي مقلوبه كيكه بيضه تهبل الكريمه وكاو بالطبيعة اللي تحب تضاعف الكمية تضاعف واللي تحب تصغر في الحجم تعمل فنيجنيت صغار وعندها ضيف تعمل نفس الطريقة تصبهم في فنيجنيت صغار حسيلو حتيتهم في الفرجيدير يرحم الله لليل للمغرب معناه باش نطيب حليلة شربة حليلة مليومة فيسا فيسا قلت نطيبها ونعمل عندي مشوي 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 الحم علوش بيتزا شنو اخر وعندي سلطة مشوية عملتها سلطة مشوية <applause> حصلوا لهنا خديت الدجاج نتاعي قليته مع شويه بصل باش نفوحو كيما العاده والعويد حطيت له سينه الثوم اللي هما ثلاثه ولا اربع سينه الثوم يتقليو معاها ما تنساوش الدجاج تعملوه بشويه خل شويه ملح كي قبل آه وبديت نفوح فيه بتبيعه بالملح والفلفل اكحل والكركم والفلفل الاحمر كيما العاده والعويد شربة متاعنا معروفه الكلافس برك والمعدنوس تحب الحليله باش نحط لها الحمص زيده الحمص يبننها فما اللي يحط الجلبانة فما اللي يحط السفنيرية مقصوصة وكل واحد كيفاه أني قاعدة نقلي منه ونفوح منه راهو <applause> فوحت اللحم مع شوية زيت ونعملو مشوى هكايا من بعد قبل المغرب بشوية باش يبدا سخون كملت لهنا حطيت في الشربة الطماطم ما كثرتش برشا الطماطم باش تجيني هكا لونها مزيان تجيش عاقدة زيدة وكاهو بطبيعة باش نكمل نحط الحمص ما عندي الجلبينة كان عندي جلبانه راني حديت لها و... ونكمل نقليها الطماطم بالماء بت... سخون بطبيعة كهو حسيلو هذه الشربة كملتها سي فطوري ساهل الحقيقة هو العشاء متاعي ساهل عملت علاش عملت الحلالة من اليوم على خاطر العشاء يزم خفيف يزم الشربة تبدأ ثقيلة شوية كملت سي لهنا مرقتها باش نزيد لها شوية ما سخون خاطر شوية يطيب وقت الدجاج ما فيش يروح في ساعة ما يطيب وكهو وكمانها سي هاي خليو هذي لليت العين الطيب وكل حم باش نحط ونغطيه معناها ومن بعد نشويه في الليل ماني نقرب وتوا لهنا وقت البيتزا بيتزا حبيتها بيتزا اليوم عجينه البيتزا قسمتها عملت خميسي في الزيسي قلت نعمل خبيزات خاطر ما عينيش نخرج والا اني وبنتي ما نخرجوش نشي خبز قلت نعمل زوز معني نعمل خبز اللي تحبوا بنتي برشا ديما نعمله لكم قبل في فطور الصباح حتى من بعد بنفس العجينه وباش نعملها على خاطر بالحليب معني يظهر باش يجيني خبز هشوش ومزيان ويتعدى مع الشربه حسي وخذيت 500 غرام فرينه ثلاثه ولا اربع مغارف زيت زيتونه مغرفه صغيره ملح وقاعده نسخن في الحليب خاطر باش نعملها بالحليب اليوم حطيت ساشي لخميرة خميره خبز قياسها 10 غرامات ونصب عليها الحليب ونعجنها اكاها ونخليها تخمر على روحها وحضرت صوص البيتزا فرد مره ومني ومن منا ومنا على خاطر اولا البيتزا أه باش تقعد لي السحور زيد نحبها نحبوا الملح احنا في السحور وباش نعمل البريك زيدا ما نتبرك الله واحد يقول طيبت شوية ويني تنوشت تعرفت ما عملتش كما نقولوا تنوشت قعدت تنوش هكا تريف 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 طاولة ولات هكا <applause> خفيف خفيف قعدت نصب في الحليب شوية فوق لخميرة الخبز الحليب يلزم يكون دافي بالطبيعة ما يزموش يكون سخون وما يكون بارد وكا هو نبدا نصب في الحليب ونلم العجينة بتاعي ونعركها مليح مليح يلزم تعركها بالبي وتخليها تخمر وطيبها حاجتين هنجمو تعمل خبز محشيت نجم تعملو سوفلي نجم تعمل اي حاجه بالباتي بات سهله خاطرها زادة بنينة بالحليب حاجة بركة في بات اللي باش نعملو الخبز تنوريكم كفاية طريقة أخرى بالطبيعة باش نزيد الزبدة المهم بعد ما كملنا لهنا سيي حضرنا كل شيء زدت الفرينة ديما نزيد الفرينة شوية كان قيتها تتلصق كملت حسيلو انا نهار كامل في الفرينه مني للباكو وعليا <applause> هكا ركح في يديا خاطري زعما تتحى منها الحجينة ونكمل اللم كيما هكا اللمها بالكدي 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 وغطي عليها والوقت ديما هكا ترد بالك ما تعملهاش في وقت مأخر شويه معناها باش تلقى راحتك وانت طيب باش تلقى وين طيبك الحويجات تكمل تسكر عليها تقرا شويه قران قبل المغرب تدش معناها عشيه كامله في الكوجينه نظم وقتك تكون مرتاحه وربي يعين المراه اللي تخدم بالحق ربي يعينها على خاطر تروح تخد... تروح الطيب وكل بالحق ربي يعينك ويرزقك ان شاء الله والمراه اللي في الدار والله راهي تعبه اكثر <applause> اما ميسي ليش نقولوا ديما كنحمدوا ربي ونشكروه على كل شيء بالحق ان شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل وربي يعطيكم الخير والبركه امين يا رب العالمين حسيل واي لهنا البيتزا متاعي لهنا باش نبدا بالشطر العجينه كيما قلت لكم باش نعملها بيتزا وكيما قلت لكم اني يعني خاطر مش عائله كبيره معني اني يعني ما شاء الله تزازي خيرات هنا احنا ديجا كليل كلينا اخذنا اخذينا صحفه الشرب شبعنا الحقيقه مع كعبه البريك شطر الميكله قعدت وبالحق واحد يولي يبخل في اخر رمضان كي يولي ماشي كالعاده كل ولي طيب شويه شويه برشا خاطر ملول لك الشهوات وكل شيء أما والله الحمد لله واحد قد روحه وكاو حاسلو ونرجع نشكركم الناس الكل مرة أخرى عليش على خاطر ديما تكتبولي في باش كوكو ديكو كلام حلو ياسر تشجعوا فيها ياسر ما شاء الله عليكم وعلى كلامكم المزيد وتبعوا في زيدة في التلزة تبعتوا لي وقتش تتعدى يا سندس وكل صور على الستوري في الانستغرام أصلا إني كيفي كيفكم مرة يهبطوا الخمسة مرة الأربعة كل مرة عندهم وقت الحقيقة عني تاني الستوري وانتم تفرجوا أنا وقت لي أني نهبط وهي تتعدى وربي يبارك لكم والله بالحق محليكم محليكم قديش فرحتوني بكلامكم وقاعدين ديما تشجعوا فيا والله حاسي لواي هنا قصيتهم دويرات دويرات وعملت تبيقة مزيان وحطيت له صوص البيتزا متاعي ديما نحضرها خاطر معاكم برشا مرات باش ما نطولش عليكم في الفيديو عملتها كمان خديت الكروينه متاعي حطيت فيها شويه بصل حطيت عليها طماطم كعب كان حبيتو زيدها والا ما معجونه تفوحها بالملح والفلفل الاكحل شوية زعتر شوية كليل ورقرند أكهو تقليها بالمسخون تخليها تشكشك لين تسيب يقر زيتها هكا هاو هذه الصوص نتاعي ياسر بنينه خاصه بورقه الراند تفوحها شويه الزعتر كان عندك هكا هاو تحطهم توا في الفور يطيبوا بعد بعد لها الفرماج والتون والزيتون الاكحل وكا هذه البيتزا كملتها تو باش نمشي نعمل العجينه الاخرى خاطر كيما قلت لكم الشربه يزمها خبز عامله سلطه مشويه كيف كيف بخلو برا والله ساعات الخبز البيت واحد يسخن وياكل خير اما في خاطر شطر العجينه قلت بنتي خاطر تحبوا برشا الخبز هذا حليتها العجينه شطر كيف انا كي باش نحط لها شويه زبده باش تولي هشوش اكثر الزبده تعطيها توريقه وتولي هشيشه معناها حسيلو حليتها كي من هكا ومن بعد باش نطويها على اثنين ونقصها مربعات وزيدها كيف كيف نحطها في الفورتي تطيب مع البيتزا اكاهو حاجه بركة فما لهنا ممكن ساعات تصير لي غلطه انه الخبز ديما في بصفه عامه معني ساعتين اله... ال... نقول لكم على درجه الحراره وتقولوا معني ساعات برشا راهي الخبز يطيب على 200 درجه يعني تسخن الفور وتحط الخبز باهي ديما طيبوه كيكه يجيكم وقت بنيني تنفخ ويجيكم مزيان خذيت هنا زبده جديده اللي عندي وحطيتها وطرحتها كفوق العجينه نطويها كيما هكايا على اثنين ونقصها ومربعات مربعات باش تبدا تجي الكعبه مزيانه ومورقه وبنتي خاطر كما قلت لكم ديما نعملوا في فطور الصباح قبل تذكروا آه وبارشا جربتوها الطريقه وبروسيت البيتزا بعجينه البيتزا المره هذه مختلفه شويه حاسي الوكه وكملت حذرتهم خاطر علاش غمرت بها رغم اللي هي روسيت اخرى اللي عملتها معكم قبل غمرت على خاطر فيها الحليب العجينه فيها الحليب هذاك علاش وتنجم راهو في بلاصه الحليب تحطوا يا غورت في وسط العجينه جيكم هشيشة أكثر وبنينة مسحت فصل العظمة فصل عظمة حطيت له قطيرة زيت زيتونة وقطيرة خل ومسحت بيهم كيما هكا ودخلتهم للفور ما محليهم مع الشربة الحقيقة يتقرمشوا مزيانهم وكا ومن بعد باش نزين طاولتي و... ونوريكم الشكل النهائي زيادة الكريمه نتاعنا متاع السهريه وحتى زيد الوقت الخبز هذا ما يشدش برشا وقت كي ربع ساعه ويتيبوا المهم نجمو زينو بزيدة بجلجين بسينوش وكاو وحسيلو صحابي يعني كل يوم معاكم نطلع عليكم تبعوني زيدا ليه الجاية شوف شن خليكم ديما معايا موجودين زيدا معايا أكثرية زيدا الناس الكل في الانستغرام على الستوري الكل محليكم محلي كلامكم ديما نعاود ونقولها ديما هبتلكم لكم جديد الكل خاطر هبت على الانستغرام قبل اليوتيوب واللي ما عنديش هكا تعمل على خاطري وتعمل لي ابوني قريب نوصل لمية الف لحبت توصل لك الالف بالسيف هيا <applause> برا ان شاء الله ان شاء الله اني عندي طموح أه طموح كبير معني لا ياس مع الحياه <applause> نحب برشا القناه متاعي اللي تعبت عليها ياسر ونحبها تنجح معناها وننجح في كل المجالات ان شاء الله يا ربي معناها في الفيسبوك في التيك توك في الانستغرام معناها طموحي مازال متواصل والحمد لله وان شاء الله ديما نكون موجوده المهم نكون موجوده بالافاده معناها اللي تنفع الناس اللي تفرح الناس واللي يتفرج في الفيديو ديما يخرج فرحان معناها ذيك امنيتي ونربح هكا الخير يا ربي محليها محليها كي دعوه خير وتقول لي جربتك الحويجه وجتني تشره ان شاء الله ديما تجربوا تجيكم بنينه ومزيانه على قد قلوبكم الطيبه وربي بعد علينا الناس الخايبه وكلامهم الخايب ربي بعدهم علينا امين يا رب العالمين حسي لوكا هوذية ويولتي ان شاء الله يا ربي عجبتكم الدباره وهذه تحلية للسهرية زيدة بعد ما يخرجوا من الفريجيدير يخرجوا كل قالب تحطهم فوق الصحن وتقلبهم به زي انت طويلتي حطيت الاحلوم تاعي حطيت لك كويس وباش نسهروا وهذيك هي سهريتنا ان شاء الله عجبتكم الدباره أه نتمنى لكم يوم سعيد مزيان كيف قلوبكم المزيانه وربي يبارك في صحتكم ان شاء الله وان شاء الله, الله سيبكم مقبول وكان تفرجتوا الفيديو في الليل نقول لكم صحه شريبتكم نقول لكم توا شيه طيبه للجميع باي باي